السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أداة قوية جدا في موضوع برنامج الزوم، بس للأسف الناس متعرفهاش، وللأسف الإعدادات الافتراضية مش هي الأفضل. يعني الإعدادات الافتراضية بتعمل مشاكل كتيرة جدا، ونضطر ندخل نعدل بعض الحاجات عشان تتظبط معانا. على سبيل المثال السكرين شيرنج، مين حقنه يعمل السكرين شيرنج؟ هل الهوست أوندي ولا أي حد موجود؟ انا افضل طبعا الهوست، او ممكن تخليه يعني براحتك، ده اختيار موجود. من ضمن الحاجات برضو المتعبه جدا موضوع الانوتيشن، بتلاقي حد وانت بتشرح حد دخل قاعد يرسم كده على برنامج الزوم وعمل لك مشاكل كتيره. فمن ضمن الاختيارات الجميله في الانوتيشن، اولا ان هو يسيف لك الشير سكرين، يسيف لك الشير سكرين وذ انوتيشن، كمثلا صور حاجه كده، وانلي ذا يوزر هو الشيرنج كان انوتيت. تمام، الاختيار ده انا لسه مكتشفه دلوقتي، لقيته ممتاز جدا، ان الشخص اللي عامل شير سكرين بس هو اللي من حقه ان هو يبدا يستخدم الادوات بتاعه الرسم. فدي حاجه ممتازه جدا، لان كتير جدا واحنا شغالين بنلاقي ساعات بيبقى هاكر، بنلاقي اسمه غريب ومش داخل يعمل حاجه، عمال بس يشخبط خالص، اطفال ما لهمش اي معنى خالص. الوايت بورد اللي انت بتكتب عليها بيسمح لك ان انت تسيفها، وتو سيف ان هو سيفها لك كبي دي اف او بي ان جي.